انت عايز نسمع الكلام اللي انت بتقوله لها واللي هي كانت بتقوله لك واسكت؟ قال لها برافو انت كويسه. بعدين مفيش بعدين، انت لازم تعرف ان كل اللي صدر مني ده طبيعي جدا. لا مش طبيعي، وانت مش طبيعيه، وانا عارف اللي في دماغك كويس قوي. وايه اللي في دماغي؟ اللي في دماغك يا كاميليا انك بتتنازلي وبتتجوزي واحده اعمى، وان الاعمى ده لازم يقدم لك فروض الولاء والطاعه، ومهما قدم لك مش هيرضيكي. لا 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 صحيح انت غلطان. لا انا صح وصح جدا. انا بقول لك يا كاميليا انا للاسف مش هكمل معاكي، مش هتجوزك. عارفه ليه؟ كل ده عشان البنت البيئه الخدامه المعفنه اللي تدير ليه النهار تلف وراها واللي لعبت بدماغك. البنت البيئه المعفنه الخدامه دي عمري ما سمعت منها كلمه من الكلام الوقح اللي انت بتقوليه. يعني الشغالين والخدامين طلعوا احسن منك يا كاميليا. انا ما اسمح لكش تكلمني بالطريقه دي، وكل كلمه قلتها دلوقتي انا هوصلها لعبد العزيز بيه. قولي له، وقولي له كمان ان احنا ما عدناش مخطوبين، وانا برضه هقول له يمشيك من الشركه عشان شخصيتك السيئه دي هتسيء للشركه اكتر ما هتفيدها. سميره انت بتعمل معايا كده ليه؟ سميره انا بحبك وبغير عليك. لا 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 خلاص، خلصنا من الكذب واللعب ده. انت عمرك ما حبيتيني، انت بتحبي نفسك، بتحبي عربياتي، بتحبي فيلتي، بتحبي عبد العزيز بيه وفلوسه اللي انا هورثها طبعا، ما انا ابنه الوحيد. بس الكلام ده كله خلاص انتهى، بقى في الاحلام عن اذنك. عالية، انت برضو مصممة على اللي في دماغك؟ انا بس عايزة اعرف هما مين، عايزة اشوفهم اعرف شكلهم حتى. طب يا حبيبتي هتستفيدي ايه طالما مش هتقولي لهم ولا هتطالبي بحقك؟ وحتى لو طلبتي بحقك مش هتاخديه صدقيني. مش عارفة هعمل ايه، انا اصلا مش عارفة اعمل ايه لو شفت حد فيهم، وعارفة ومتأكدة ان اللي يرمي لحمه ودمه من زمان كده عمره ما يديها حقها حتى لو كان ايه. عالية انت وعدتيني انك هتشوفيهم علشان تعرفي هم عايشين ازاي وبس. حاضر يا ماما متقلقيش. ما تتأخريش يا حلوة عشان العريس جاي. ها يا اختي احمدي ربنا يا بنت ان لقيتي حد يبص في وشك، ده اللي زيك متجوزين ومخلفين وعيالهم في المدارس ولا عايزة تقعدي في قرابيزنا؟ السلام عليكم. يا سلام ازيك عامل ايه؟ خد يا سلام. ايه ده؟ خد بس، ما مش معقول هفضل قاعد عندك كده اكل شارب نايم من غير ولا مليم. لا لا انت بتشتمني ولا ايه؟ معلش ريحني. طب على الحرام من ديني واخد منك حاجه، انت عبيط ياض ولا ايه؟ والله يا سلام ما عارف اقول لك ايه. قول لي انت بتروح فين من اول النهار لاخر؟ بتعمل ايه؟ بدور على شغل يا سلام. انت برضه مصمم تسيب شغلك القديم؟ اصل انا فكرت ولقيت ان انا كنت بفكر غلط.
في حاجات كتير قوي حسبتها بطريقه مش مظبوطه. ازاي؟ زي ان انا لازم احاسب نفسي على كل وقت بعيشه، كل ثانيه بتعدي، اعرف انا ايه وبقيت ايه، مش افضل واقف مكاني. انا خريج تجاره وعمري ما فكرت ان اشتغل في مكتب محاسبه او ان اتعلم او اخد كورسات زي زمايلي اللي بقوا حاجه تانيه خالص. اول حاجه فكرت فيها ان اتجوز، وبعد ما اتجوزت كان لازم اصرف على البيت. كنت فاكر ان لما اروح اشتغل اي شغلانه والسلام انا كده صح وراجل، وطالما بناكل وبنشرب يبقى انا كده مكفي بيتي. بس كل ده طلع مش صح. انت فاكر ان انت بالتفكير ده هتوصل لحاجه؟ هحاول. عايز حاجه؟ سلام. ربنا معاك يا صاحبي. بقابلني. يا لهوي يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده؟ دوريه يا بت، انت تسحلي في الحته ولا ايه؟ اتخانقت مع مين؟ قول لي. خلاص يا بت بطلي سياحه. واضح كده ان احنا مش على بالك خالص، مش عاجباك. مين اللي قال كده؟ ده انت عم الدنيا. بجد والنبي؟ اول مصحف. طب لما اشوف. أنا شكلي عشت كتير قوي قوي، كل يوم بيعدي عليا أقول اليوم اللي جاي هيبقى أحسن. كل يوم بيعدي عليا أحس إن الدنيا هتديني، صار بقى كل يوم بيعدي أوحش وأصعب. والدنيا بتاخد مني مش بتديني. مستنيها إيه يا ليلى؟ مستنيها إيه أكتر من كده؟ مستنيها تتمرمطي أكتر؟ مستنيها تترمي في الشارع في جوازة تخلص عليكي؟ فاضل إيه تاني عشان تعيشي؟ وانتي اصلا مش من حقك تعيشي، مش من حقك تعيشي. الاختيار شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني عالطريق اللي ماشي أنا من سنين. الاختيار شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني عالطريق اللي ماشي أنا من سنين. وكله فاكر نفسه حر وكلنا مساجين، وكله متربط في ساقية والعيون متغنين، وكله متربط في ساقية والعيون متغنين. ليا ليا ليا، ليه كده؟ لو سمحت وسيم بيه موجود؟ اه موجود. طيب انا داخله. ايه راح فين؟ تعالي هنا. يا مكان غير بوابه. بره بره. الو؟ ايوه يا استاذ سمير. يا رب يكون عندك اخبار مفرحه. لا طبعا ما اقدرش اقول لك لا، يمكن تكون وفيت بوعدك وجبت لي شغل. طيب ماشي ماشي، باي باي. اتفضل. شكرا. ها
رحت لابوكي؟ اه انا والله اتبسط قوي، متشكره قوي ان حضرتك سمحت لي ان انا امشي بدري. واضح انك بتحبيه قوي. اه طبعا بحبه، مش ابويا. اعمل حضرتك قهوه. اه لو سمحت هات لي المكتب. عيني. بقول لك. نعم. اخبار صاحبتك ايه؟ صاحبتي مين؟ عليا. لا انا عليا مش صاحبتي، احنا جيران بس في الحاره. صباح الخير صباح النور، مش اكتر من كده. اصل انا بصراحه يعني بخاف منها. بتخافي منها ليه؟ اصلها بتشتغل شغلانه كده يعني محدش يرضى يشتغلها، استغفر الله العظيم، بتظبط البنات يعني. بتشتغل شغلانه كده في التجميل زي بتوع التلفزيون بس على قدها يعني. ودي شغلانه تخوف؟ اه طبعا تخوف، بتدخل بيوت الناس وبتتعامل مع نسوان لا مؤاخذه، والواحد يعني ملوش غير سمعته. واحنا الغلابه لينا ايه غير سمعتنا سعاده البيه؟ اه طبعا. ايوه لو سمحتي هاتي لي القهوه في المكتب. عيني. مبروك يا ست سلمى، كده بقى الشركة الجديدة بقت رسمي بتاعتك. مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك. مبروك يا هانا. أنا إذن حضرتك. اتفضل يا أستاذ محسن. طيب أسيبكم أنا بقى. اتفضل يا سي عمر. مبسوطة؟ أوي. ما عندكش فكره انا مبسوطه قد ايه. طب يعني ما استاهلش بقى حاجه كده ولا حاجه انت ما عملت